فإننا نرحب بتدشين شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الصين والأطراف الأخرى للمبادرة، من أجل الإسهام في تعزيز جهود دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقي. ومثال ذلك تنفيذ ممر الشمال الجنوب طريق القاهرة كيب تاون، الذي يهدف إلى زيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني. أهلا بحضراتكم. بدأنا حلقتنا النهاردة وتحدثنا عن الاتحاد الإفريقي، رئاسة مصر 2019 للاتحاد الإفريقي كان بها الكثير من المكاسب للقارة الإفريقية، والنهاردة بنتحدث عن هذا الحصاد لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وانتقال طبعا رئاسة الاتحاد الإفريقي. النهاردة تابعنا فعاليات هذا الحدث وحنستكمل الحوار مع حضراتكم حول ما تم مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو. برحب بسعادة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الإفريقية، أهلا بحضرتك يا فندم. وبرحب باللواء محمد عبد الواحد الخبير الأمني في أيضا الخبير أيضا في الشؤون الإفريقية، أهلا بحضرتك يا فندم. والدكتور محمود زكريا مدرس العلوم السياسية في كلية الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، أهلا بحضرتك يا دكتور محمود. حياة الحركة أستاذ مشرف. أهلا بحضركم جميعا. سيد السفير علي، بداية إلى أي مدى الدبلوماسية المصرية في خلال هذا العام خلال رئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي عام 2019 تحديدا، يعني كيف أرهقت من سيأتي بعدها، من سيتحمل مسؤولية الدبلوماسية الأفريقية أمام العالم؟ إحنا استثمرنا نفسنا بشكل كامل في موضوع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي على كل مستوى، مش بس على مستوى القيادة، إنما على مستوى مؤسسات الدولة وكافة الفعاليات اللي موجودة في المجتمع المصري. ما ننساش انه مصر على امتداد عام 2019 شهدت الكثير من الفعاليات اللي استضفناها سواء في اطار الاتحاد الافريقي او سواء في اطار المبادرات اللي طرحتها مصر، مش بس عند تولي السيد رئيس رئاسة الاتحاد الافريقي في شهر فبراير من العام الماضي، انما في الاعوام السابقة. احنا مش ممكن نتكلم على رئاسة مصر خلال عام 2019 من غير ما نذكر ما تم إرساؤه من توجه جديد حيال القارة الأفريقية اعتبارا من عام 2014 وطالح، لأنه كان في عمل دبلوماسي مضني بيقوده كقائد للفريق الدبلوماسي المصري السيد الرئيس. مسألة الزيارات للدول الأفريقية، إرسال مبعوثين، العودة لتقليد عقد اللجان المشتركة، استضافة الكثير من الزعامات، التقليد اللي سنناه والمحمود جدا انه في العديد من الفعاليات اللي احنا استضفناها انك انت توجه الدولة للرؤساء دول أفارقة ويجوا يحضروا، سواء كان بالنسبة لمنتدى الاستثمار في أفريقيا اللي في نهاية 2019 كانت الدورة الرابعة له ومستمرين فيها. وبالتالي هناك يعني حزمة دسمة من العمل الدبلوماسي اللي استمر لبضعة أعوام، وكان الناتج بالنسبة له هذه السنة
من الرئاسة اللي كانت متنوعة وكان تمثيل مصر على أفضل ما يكون. إحنا أضفنا لما حققه الرئيس بول كاجاما رئيس رواندا ومهدنا لما سوف يفعله الرئيس الجنوب الأفريقي. والحقيقة الثلاث رئاسات دي هتدي دفع للمنظمة القارية الاتحاد الأفريقي وللقارة الأفريقية. الجهد اللي اتبذل جهد محل تقدير واحترام، جهد محسوس مش بس على المستوى الأفريقي إنما على المستوى الدولي، لأن احنا مش بس بصدد زعامة وطنية أو زعامة إقليمية أو إفريقية إنما زعامة دولية في كل المحافل اللي طبعا هنتكلم عليها فيما هو وقت من حديثنا. يعني كان الشأن الأفريقي مطروح وبكثافة وبشكل شمولي. الغريب انه نفس الاسلوب اللي بيتبعه السيد الرئيس فيما يتعلق بتناول كافة القضايا على المستوى الوطني في الداخل كان بيعمل نفس الشيء بالنسبة لأفريقيا. المقربة الشاملة لكافة القضايا الأفريقية، البنية الأساسية، الأمن والسلم، مكافحة الإرهاب، الصحة. سيادة اللواء، يعني النهاردة طبعا انتقلت رئاسة الاتحاد الافريقي لجنوب افريقيا، وتم التأكيد من قبل سيريل رامافوزا رئيس الاتحاد الافريقي في الفترة القادمة لمدة عام على دور مصر وما يعني احدثته مصر من تطورات بشأن الكثير من الملفات اللي عانت منها القارة الافريقية على كافة الاصعدة. كلمة مصر أيضا كان فيها رسائل قوية جدا، الشأن الليبي كان ليه أولوية في هذه الكلمة، وتسوية المشهد الليبي من خلال الحل السياسي، وده طبعا بعيدا عن السلاح، خاصة أن القمة تحت شعار إسكات السلاح. حضرتك قرأت هذه الكلمة إزاي وأهم ما جاء فيها؟ الكلمة سيادة الرئيس الحقيقة كان بيحمل في حقيبته مواضيع هامة جدا ورسائل ضمنية، سواء طرحها أمس في اجتماعات مجلس الأمن والسلم الأفريقي أو النهاردة، وهو ما يتعلق بخطورة الإرهاب، وطرح مبادرة لاستضافة القاهرة لقمة إفريقية استثنائية يتم فيها بحث موضوع تشكيل قوى إفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب. والفكرة دي أو المبادرة دي الحقيقة جاءت من اعتبارات معينة، أولها مثلا طبعا أنا بنفذ مبادئ أو ميثاق الاتحاد الأفريقي، خاصة المادة الرابعة منه وهي عملية العمل الأفريقي المشترك وحق الدول في التدخل في دول أخرى عندما تتعرض للمخاطر زي الإبادة الجماعية، زي عمليات القتل الجماعي وجرائم أخرى ومنها الإرهاب. الشق الثاني من هذه الاعتبارات هو كمان تقاعس دور التحالفات الدولية اللي موجودة في المنطقة. عندما نشوف الخريطة الإرهاب في القارة الإفريقية نجد أن مثلا في منطقة شرق إفريقيا متواجد إرهاب على الرغم من وجود تحالفات دولية زي القوى الأمريكية الإفريقية اللي موجودة قاعدة في قاعدة ليمونير في جيبوتي، وفيها حوالي 16 دولة لمكافحة الإرهاب اللي هي قوات الأفريكوم متواجدة. وعلى الرغم من ذلك هناك شيوع للإرهاب وهناك جماعة الشباب المجاهدين تنتشر بقوة ليس فقط داخل الصومال فحسب، ولكن كمان في دول الجوار ودول النطاق الإقليمي للصومال، وآخرها عمل العمليات في كينيا، في تنزانيا، في أوغندا وخلافه. أيضا هناك تحالف للإرهاب موجود في غرب أفريقيا في قوة براخان، قوة فرنسية قوامها 4500 جندي، ورئيس الفرنسي حتى من شهر تقريبا زود عدد القوات ل 200 جندي آخرين، وفي قاعدة أمريكية في النيجر لطيارات المأهولة، طيارة بدون طيار، ومع ذلك هناك شيوع للإرهاب في المنطقة، خطورة شديدة للإرهاب وتحرك الإرهاب في دول الساحل الأفريقي اللي هم الخمسة. صحيح. وتنتقل إلى ليبيا. أنا أسف جدا، ولكن في نفس الجزئية حضرتك بتقولها، دعوة الرئيس اليوم لتشكيل هذه القوى الإفريقية في ظل التحديات اللي حضرتك بتذكرها، أيضا التحديات عن تقديرات بحوالي 14 ألف داعشي أو مقاتل داعشي سيعودوا إلى دول منطقة الساحل والصحراء وأغلبهم من هذه المنطقة في غرب إفريقيا، هل القادة الأفارقة الآن أمامهم رفاهية الوقت لكي
يتم التفكير والنظر والتباحث في تشكيل هذه القوة، أم أن الوقت لا يسمح بهذا ولابد أن تشكل في أسرع وقت؟ دي برضو هدف ثالث من أن سيادة الرئيس طرح هذه الفكرة، أنه عايز يلفت نظر الأفارقة لخطورة الإرهاب وخطورة انتقال هذه الجماعات، خاصة أن في عامل جديد ظهر كمان، وهو أن الدول الإقليمية ودول دولية تعلن وتجهر بأنها بتنقل جماعات إرهابية أو داعشية ذات أصول داعشية أو قاعدية من سوريا إلى ليبيا تحت مرأة ومسمع المجتمع الدولي بالكامل. هناك المجتمع الدولي يغفل عن ما يحدث في ليبيا، وبالتالي سيادة الرئيس عايز يلفت النظر للدول الإفريقية إلى خطورة التدخل هنا، عشان حتى أنا في بداية كلامي قلت أن أنا عايز أفعل المادة الرابعة من الميثاق، أن في تدخل في الشأن الإفريقي، فيجب أن الدول الإفريقية أنها تاخد قرار، وزي ما حضرتك قلت ما عندهمش وقت، ما فيش رفاهية أن أنا أنتظر مرة أخرى بيمر النقل دلوقتي. شيوع الإرهاب في القارة الإفريقية هيوقف تماما كل عمليات التنمية اللي بتحصل في القارة الإفريقية، هيوقف عمليات مشاريع البنية التحتية التي تحدث، هيوقف حتى أجندة القارة 2063 اللي مبنية على التكامل الاقتصادي والتكامل الإقليمي. عندما يشاع الإرهاب بهذه الطريقة ويتحرك بحرية كاملة زي ما بيحدث في منطقة الساحل الإفريقي أو شرق إفريقيا، كل عمليات التنمية هتتوقف. فبالتالي هو لفت نظر القادة الأفارقة إلى خطورة هذه الأفة في هذه المنطقة، ويجب أن يتخذ معها قرارات واضحة، زي مثلا أن احنا نشكل قوة إفريقية، على الرغم من أن قوة إفريقية يعني أمامها تحديات كثيرة، ولكن يجب هنا عشان أكثر هذه التحديات لازم تكون هناك إرادة إفريقية صادقة، زي عملية التمويل المالي. يعني احنا لسه في قمة الإقواس من حوالي برضو 3 أسابيع تحدثوا على محاربة الإرهاب في منطقة غرب إفريقيا، ورصدوا 2 مليار و400 مليون دولار، وقالوا ان احنا على استعداد ان احنا ندفع 1000 وعلى الدول مليار، والدول المانحة والاتحاد الأوروبي لازم يساهم ويساعد وتستكمل المسيرة. طيب دكتور محمود، يعني هستمر في قراءة كلمة الرئيس لأنها طبعا فتحت أبواب كثيرة للنقاش، وأيضا وضع أولويات في أجندة العمل القادمة للجنوب الإفريقي في رئاسته للاتحاد الأفريقي. ليبيا لها أولوية، النظر لها بشكل مختلف كما طرح السيد الرئيس، ليس فقط الشق الأمني لكن الأبعاد الأخرى، الأبعاد السياسية، الأبعاد الاقتصادية، الأبعاد الاجتماعية، انعكاس الحالة دي على دول الجوار، وأيضا العمل بكل ما جاء من توصيات في برلين وعدم اختراق ما تم التوصل لي. حضرتك شايف التعامل مع هذا الملف الليبي من خلال هذه الكلمة ازاي، وطرحه ايضا في الفترة القادمة؟ يعني بكل تأكيد ليبيا بتمثل احد دول الجوار المباشر بالنسبة للدولة المصرية في المنطقة الغربية. قطعا عدم استقرار الأوضاع الداخلية في ليبيا يشكل تهديد للأمن الوطني للدولة المصرية، ليس هذا الأمر فحسب، بل أن هناك تأثيرات يعني قد تتولى مختلف الدول التي لها صلات عبر الحدود مع ليبيا، خاصة أن ليبيا لديها مساحات مترامية الأطراف. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن القيادة السياسية المصرية تركز على مسألة أن المعالجة للشأن الداخلي في ليبيا تتطلب تكاتف وتنسيق في الجهود على مستويين، المستوى الدولي، ورأينا هذا الأمر بشكل مباشر من خلال يعني استضافة ألمانيا لقمة يعني مصغرة بين مجموعة دول هي بالأساس القادرة على التأثير على الأطراف التي يعني يعنيها الشأن الليبي بشكل أو بآخر. لكن على المستوى الإقليمي نحن نتحدث عن التنسيق تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، والرئيس في هذا الإطار أعلن أنه شعار رئيسي وهو ليس مجرد مقولة يعني تطلق كده على عاهلة، هي مسألة الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية. ربما إيجاد حل للأزمة في أو الوضع المتأزم في ليبيا في مرحلة ما بعد 17 من فبراير لعام 2000 و
11 والتغير الجذري للنظام السياسي الحاكم في ليبيا، فرض معه هذا الأمر مسألة أنه لابد من إيجاد حل وصيغة توافقية على المستوى الإقليمي حتى تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. ربما سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بقمة مصغرة لتناول سبل الحل في إبريل من العام المنصرم إبريل 2019، ليس فقط فيما يخص ليبيا بل أيضا فيما يخص الوضع في السودان، لأنه كان السودان في ذلك التوقيت لديه بعض يعني الإشكاليات التي سوف تطال التجميد للمشاركة في أنشطة الاتحاد الإفريقي عنه ما حدث بالنسبة للدولة المصرية في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو في 2013. فالوضع في تقدير الشخصي يحتاج إلى تنسيق بيني مشترك على المستوى الإفريقي وعلى المستوى الدولي من خلال حشد الجهود الدولية لوضع نقطة نهاية لهذا الأمر، خاصة أنه يعني هناك أطراف خارجية والجميع يعلم ذلك بشكل جلي لديها مصالح يعني تحقيقها في الداخل الليبي سيؤثر بشكل مباشر على الأمن الوطني للدولة المصرية. لكن يعني دعينا نتحدث عن قضية مهمة جدا ترتبط بهذا الأمر، هي مسألة أنه مصر طرحت صيغة هامة جدا للوضع في ليبيا، هي مسألة التركيز على إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع. ربما الدولة المصرية في السنوات ربما الخمس الماضية تركز بشكل مكثف على مسألة المعالجة للصراع عبر مراحله المختلفة، تحدث عن مرحلة سابقة للصراع التركيز فيها على مرحلة البيس ميكينج، مرحلة صنع السلام، ومرحلة وسطى تتعلق بالكونفليكت ريسبونس أو الاستجابة أو الإدارة للصراع، ودي تتعلق بشكل مباشر بمشاركة مصر في بعثات حفظ السلام. يعني مصر الآن في الوقت الذي نتحدث عنه لديها 3,585 تقريبا عنصرا في البعثات الأممية تابعة للأمم المتحدة، تشارك مصر في مجمل البعثات، لأنه الأمم المتحدة لديها 13 بعثة منها 7 بعثات موجودين في القارة الإفريقية. مصر حاليا في الترتيب 7 على المستوى العالمي والترتيب 3 على المستوى الإفريقي. المرحلة التالية على أي صراع تسمى مرحلة ما بعد الصراع، فالتركيز على إعادة الإعمار والتأهيل والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع، ربما مؤتمر أسوان للتنمية للسلام والتنمية ركز على مسألة طرح هذا البعد، وتم التوقيع على اتفاقية المقر إنه مصر سوف تستضيف مقر الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية. طب اسمح لي أنا آسف دكتور محمود المقاطعة، أخذ تعقيب في الجزئية دي من سعادة سفير، فكرة أن هذا العام يتم تكريس مبدأ مهم جدا للقارة الإفريقية وهو حل النزاعات داخليا من داخل القارة، حضرتك شايف التطور ده إزاي وإمكانية أن يبنى عليه خلال السنوات القادمة إن شاء الله؟ أنا شايف أن التطور ده تطور طبيعي و يعني كان لازم حد بوزن مصر يدفع بيه. خلينا برضو نشير إلى أنه في اجتماع بيتم النهاردة لرؤساء أركان دول الساحل الخمسة والمدة يومين. خلينا برضو نتذكر أن احنا في قاعدة محمد نجيب استضفنا نماذج من بعض القوات من عدد من الدول، منها دول الساحل بوركينا فاسو والتوجو ونيجيريا والسودان. مسألة أنك أنت تخش بتدريبات مشتركة معاهم مخصصة لعملية مكافحة العمليات الإرهابية. خد بالك أن موضوع العمل الإرهابي أو النشاط الإرهابي مش قصر بس على الجانب الإرهابي منه، إنما هي الفكرة فكرة تشكيل ميليشيات وانتشار العنف والجرائم العابرة للحدود وتجارة غير مشروعة في السلاح وتجارة البشر وتشجيع عصابات اللي بتشجع على الهجرة غير الشرعية، وبالتالي هي حزمة من الأمور اللي لا يمكن تناقش واحدة فيهم بدون ما تناقش الجوانب الأخرى منها. ما فيش شك أنه القارة الأفريقية لديها من القدرات الذاتية اللي لو تم تسخيرها حنقدر نكون في موضع أفضل في محصرة الإرهاب اللي قاعد بيستشري، وزي ما قال سعادة اللواء إنه لا القوات الأمريكية ولا القوات الفرنسية ولا القوات الأوروبية قدرت إنها تنجح في إنها تحاصر الإرهاب لغاية النهاردة. لازم الحل يكون داخلي من دول القارة نفسها.
احنا ابتدينا من بدري، احنا ابتدينا من سنة 2015 لو نتذكر بمؤتمر شرم الشيخ اللي كان حضره خبراء وزارة الدفاع وخبراء مش بس في المجال العسكري انما في مجال الشرطي في مجال الاستخباراتي، وتم الاتفاق على تبادل المعلومات على التنسيق على التعاون بين هذه الدول. أنشأنا مركز سينصاد لمكافحة الإرهاب، منحنا 1000 منحة تدريبية في الأكاديميات العسكرية بتاعتنا، ده غير المنحة الأخرى اللي احنا بنمنحها على امتداد العقود اللي فاتت للتدريب في أكاديمياتنا سواء العسكرية أو الشرطية أو حتى في مركز القاهرة لعمليات حفظ السلام. وبالتالي احنا لينا خبرة نوفرها خصوصا بعد ما حصرنا الإرهاب في مصر، وأيضا حدينا من مسألة التجارة غير الشرعية، نجحنا في أننا نسيطر على الحدود والتسلل عبر الحدود مع ليبيا في المنطقة الغربية، وبالتالي عندنا من الخبرات ما يمكن أن نوفره للقارة الأفريقية. إنما نرجع تاني منقول عندنا من القدرات الذاتية اللي لو سخرناها نعرف نستثمرها من خلال اتفاق جماعي مبني على إدراك جماعي بأنه فعلا يجب ان احنا المقاربة تبقى مقاربة أفريقية شاملة. لهذا التحدي وهذا الخطر. الحوار عن حصاد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي طبعا يطول عام كامل من المجهود من العمل من الطموحات اللي كان بيحملها الرئيس السيسي في حضوره لمحافل دبلوماسية كثيرة، وإن شاء الله نلتقي ونتحدث عن هذه المكاسب اللي حققتها القارة الأفريقية في رئاسة أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. بشكر حضراتكم اللواء محمد عبد الواحد الخبير الأمني القومي والخبير في الشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لحضرتك، و بشكر الدكتور محمود زكريا مدرس العلوم السياسية في كلية الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، شكرا جزيلا يا دكتور، والسفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا يا عمرو، وبشكر حضراتكم على المتابعة وتصبحوا على خير.